السلام عليكم ورحمة الله يا أخوان، معكم أحمد. كمان جيتكم باستراتيجية آي سي تي جديدة. الفكرة يا أخوان مو بكثرة الاستراتيجيات تضيع وتبلش تستخدم هي وهي وهي. الفكرة عم بعطي استراتيجيات سيمبل خصوصا للمبتدئين واللي شوي عم بيتعلموا، بنفس الوقت تناسب كل متداول، ديلي تريدر، سكالبر، سوينجر. فهذا اللي عم حاول شرحت بالدرس الماضي، شيء دايلي تريدر، كذلك اليوم راح اشرح دايلي تريدر. ولكن خلينا نحكي شوية تركات بدنا فيها، تمام؟ وكمان دوما عم حاول سهل عليكم، يعني عم حاول لاي تركات سهل عليكم فيها، تمام؟ طبعا هي مو نصيحة مالية، هي عبارة عن تجارب لشغل معين لألي وباك تيست اشتغلت عليه وشفت كيف الامور ماشيه فيه، وعم شارككم اياه. جرب حساب ديمو، اعمل باك تيست، ممكن تطور عليه. طبعا ليش عم بختار ازواج ماينر او ازواج يعني غبيه شوي؟ الفكره لانه الزواج الغبي اذا عم تشتغل عليه معناتها على الزوج الميجر بتكون اقوى. فانا دوما جيب لكم الزوج الغبي لحتى تشوف على زوج عادي كيف عم تشتغل استراتيجيه. استراتيجية اليوم البايس رح نحدده بطريقة أسهل، تمام؟ اللي هي بتجيب EMA Moving Average Exponential، تحطه 18، تختار فريم دايلي هون تخليه ثابت، وشغلك رح يكون على الخمس دقايق أو الخمستاشر حسب العملة. شو بدنا؟ بدنا السعر تحت الموفينج افريج بيع، فوقه شراء. هي طريقة سهلة لتحديد البايس، تمام؟ ليست احترافية ولكن جيدة للمبتدئ، لبين ما تتعود أكثر تعرف تحدد البايس. هي أول قاعدة عنا. ثاني قاعدة شو راح نساوي؟ كل يوم بيومه راح نحدد بريفيوس داي الهاي، وراح نحدد اللو، تمام؟ كذلك الامر راح نحدد اللو، راح نحدد previous high previous low previous day. اوكي، راح نحدد شو بدنا. بدنا سحب للسيولة لو السعر اعلى الموفينج افريج اكسبوننشال، فانا بدي ادور على شراء، فبدي اياه يسحب لي قاع اليوم يعطيني ماركت ستراكشر شيفت ديسبليسمنت، وانا بدخل من مناطق الديسكاونت بدور على بي دي ار اي وبدخل منه. كذلك الامر لو السعر اسفل الموفينج افريج اكسبوننشال، بنطره ياخذ قمه يعطيني ماركت ستراكشر شيفت بديسبليسمنت، بدور في مناطق ال 50 على بي دي ار اي وبدخل منه. اهدافي كيف راح تكون؟ رح اعطيكم اكثر من طريقه لتحددوا فيها الاهداف. اول طريقه اللي هي اي قمه او قاع ما قبلها، يعني هذا مثلا قاع، هذا هدف، هذا هدف، انت بتختار بالنسبه لك. هي اول طريقه. ثاني طريقه نستخدم فيها ال الفيبوناتشي، هي الاهداف ناقص 0. او 0.2762، انا بستخدمه فقط صراحة للأهداف. ممكن تزيد عليهم كمان ماينس 1، ممكن تفيد احيانا ليوصل للهدف. لو المهم انت تسكر جزء من الصفقة عند احد الاهداف وفيك تكمل للهدف الاخير. انا بهي الطريقة بستعمل، تمام يا اخوان؟ اذا هي القاعدة العامة. هلا رح نروح على الشارت ونشوف شو في عنا، لا على التعييل، رح نختار هيك بشكل عشان دوما ما اكون مجهز لكم شيء. طيب شوفوا السعر اسفل الموفينج افريج اكسبوننشال، شو عندي هون؟ عندي previous day هاي انا محدده بهذا الشكل، تمام؟
شوفوا السعر صعد، أخذ القمة وراح انهار بقوة جدا قوية، نزل تحت الموفينج. إذا أنا بدي أخذ هبوط، كيف بدي أخذ هبوط يا أحمد؟ بجيب عندي الفيبو على مناطق الديسكاونت والبريميوم وبدور على منطقة أدخل منها. طيب شو في عندي؟ ادخل. طيب عندي عندي هون بريكر، تمام يا اخوان، عندي بهي المنطقة بريكر بلوك، فانا لح ادخل من البريكر بلوك، تمام يا اخوان. ستوبي انت مخير، انا مثلا بحطه فوق الجاب لانه احتمال السعر يصعد يملي الجاب ويرجع ينزل، هي احتمال. تمام، اذا بدك تدخل شوي اجريسيف فممكن تختار. طبعا هاي كانت باخر اليوم، فانا اخذتها بشكل ثابت تقريبا، او مثل ما حكينا فينا كمان نستخدم هاي الطريقة. فهو جاب الهدف الاول بهاي المنطقة. تمام، خلونا ناخد مثال تاني، مثال تاني. طيب السعر بشكل عام هابط. طيب عندي هون هي يوم الأربعاء الخميس، تمام، وننتبه للأخبار ولهي الأمور. طيب شوف شو عمل السعر عنا. طبعا هون أعطاني سنجل كاندل، تمام. في حال أعطاني سنجل كاندل وأعطاني ماركت ستراكشر شيفت بهي الطريقة، هي دخول اجريسيف شوي، تمام، ولكن ممكن ندخل فيها، تمام، دام في ديسبليسمنت. طبعا هون بهي الطريقة هون اعطاني ماركت ستراكشر شيفت، تمام يا اخوان، بهي الطريقة اعطاني هون ماركت ستراكشر شيفت. مجرد ما اعطاني اياها عندي هاد اوردر بلوك بهذا الشكل، واهدافي طبعا مثلا عندي هون هاي المنطقة مثلا قاع، لانه هون ما فيني استخدم هاي لانه راح يكون الهدف جدا قريب، فممكن تاخذ الواحد ما عندك مشكلة انت. المهم اقل شيء الريشيو يكون عندك 2 لواحد اقل شيء، عفوا، تمام بهذا الشكل. إذا بدك تدخل شوي مثلا بدك تأكيد أكثر، أوكي فيك تدخل من هون مثلا، هون عندك ماركت ستراكشر شيفت بهذا الشكل، تمام يا إخوان، عندك هون ماركت ستراكشر شيفت. طيب عندك ديسبليسمنت، عندك ميديجيشن بلوك، هاي ميتيجيشن فيك تدخل منه كذلك الامر. طبعا ما ضل عندي جابات فوق، فستوبي غالبا فوق الجاب او فوق مثلا فوق المنطقة، ممكن تعليه شوي تعطي شوية مجال وتاخذ فيه مثل ما حكينا اقل شيء 2 لواحد، او مثلا عندي هون هذا قاع في سيولة ممكن استهدف. بهذا الشكل لو انت بدك تدخل بتأكيد اقوى، يعني ما بدك تاخذ شيء اجريسيف. طبعا نحن عندنا هون منطقة البريميوم، تمام، صعد السعر، عندي ميديجيشن في بير فاليو جاب، عندي بي دي ار اي، فدخلنا وجبنا. طيب خلينا نشوف كمان مثال يا شباب. طبعا هون كلياته السعر هابط، اوكي هون كذلك الامر. شوف اعطانا هون شي، طبعا انا بستعمل 5 دقائق هلا، 15 افضل دوما حسب الحركة يعني. طبعا رح اقول لكم الشغل كمان ان شاء الله، بس لافضل شوي رح اشرح لكم كمان السي بي دي ار. السي بي دي ار جدا مهم، بيعطيك قوة جدا، تمام. شوف هون عندي كسر هون،
نوعا ما لو كانت داخلية أنا ممكن أخذ فيها. عندي order lock، مجرد ما كسروا السار بإغلاق خلاص أنا دخلت هون دخولي. طبعا ما عندي جاب أنا، فيني أخذ بقوة. شو استهدفت؟ استهدفت هذا الأوردر بلوك. تمام، استهدفت هذا الأوردر بلوك، فيها تقريبا يعني 2 لـ1، يعني تقريبا 2 لـ1 يعني الهدف استهدفت فيها، فهي جيدة يعني. طيب خلونا ناخذ مثال تاني. أساس العمل تكون مرن مع السوق، تمام، تكون مرن، يعني ما تاخذ قاعدة 100% ثابتة، يعني كذلك الأمر هون. خلينا نشوف، والستوب أمر وارد جدا يعني، فهمتوا علي الفكرة وين؟ خلينا نشوف هون. صراحة أنا بهي الطريقة ما بحب السويبات، بحب كل شيء يكون يعني إغلاق يعمل لي تيرتل سوب ممكن اخذ فيه انا. طيب نشوف هون اعطاني، وانا افضل من المره الاولى يعني. هاي عندي هون مارك ستراكشر شيفت، عندي ديسبليسمنت. طيب وين عندي منطقه الدخول؟ عندي هون اوردر بلوك، تمام، او ممكن تخلي ستوبك هون انت حر. عندي مثلا هاي سيوله هون، هذا اوردر بلوك ممكن استهدفه. طيب شو في عندي كمان؟ خلونا نروح لزوج تاني مثلا، باوند ين. صراحة ما بشتغل على الباوند ين، وخصوصا بهيك اشياء، لانه يعني حركته ما بدي اعودكم عليها، حركته جدا عنيفة يعني. طيب اوكي، هون نحن تحت المنطقة، أتوقع أخذه؟ لا ما أخذه. أوكي، حتى هم ما أخذه. هي بعدين بالدروس القادمة رح أعطيكم شيء احترافي أكثر إن شاء الله. طيب نحن هون فوق المنطقة، هذا عندي previous day low، تمام. خلونا نشوف شو في عنا هون. اي انترنال. طيب خلينا نشوف هون، هون صار عندي كسر. هل في هون قوة؟ ولكن ما في بير فاليو جاب، انا ما برجح الدخول بهاي المنطقة، ولكن اتس نوت باد يعني. عندك فيد اوردر بلوك هون. طيب هاي 2 لـ1، هي جابت الهدف على كل الاحوال، ولكن هي الدخول ما بفضله لانه ما في displacement، تمام، فبعده عن هذا الدخول. انتو مثل هذا الدخول، هذا الدخول ممتاز جدا، شوفوا بير فاليو جاب قوي، تمام. ممكن ادخل انا من هاي المنطقة مثلا، انت حط دوما بريميوم اند ديسكاونت. طبعا ما وصل للمنطقة، هو الأصل لازم يرتد من هون، بس أتوقع كان في خبر أو شيء. هي المنطقة الأساسية إنه تدخل من هي المنطقة، تمام. أو خلينا نحكي هون عنا سي آي عفوا، تمام. بهي الحالة جدا ممتازة. كمان رح اشرح لكم اياهم هدول ان شاء الله، الحالات اللي بتدخل منها من هون او من الفير فاليو جاب او من هالمناطق بشكل عام. تمام يا اخوان، لما يكون عندنا شمعة بهذا الشكل او اوردر بلوك ونكسره، بتكون حركة جدا جدا ممتازة انه ندخل منها بهي المنطقة. طبعا هذا الزوج الباوندين غالبا بيكون حركته جدا عنيفة، ما رح يعطيني فرص كثير. خلينا ناخذ الباوند، شوف هون اخذ، هون اخذ. طيب هاي اليوم، هاي previous day. طيب هاي displacement،
ماركت ستراكشر شيفت، عندي هون هي الفير فاليو جاب، هي ستوبي، بس طبعا كان نهار الجمعة ف مو أفضل منطقة للدخول، يعني سيئة بتكون جدا الدخول. طيب هي 2-1، ما تدور على الريشيو كتير في الاي سي تي، المهم خد لك وين ريت جيد واشتغل تكون امورك تمام. مثلا هون عندي، خليني اشوف هون، طبعا يا اخوانا ما عاد مجلكم كتير مفاهيم، هو في الاصل انا هون كنت ما باخد، ولكن رح اعطيكم بالسمبل تمام، وهي بعدين نحكي عنها بشغلات متقدمة. هون جلسة آسيا، سيولة ميتة جدا فما كان في عندي أي دخول، ثم صعد السعر. هون عندي ماركت ستراكشر شيفت، حتى هون فينا نقول إذا بدنا ندخل أجريسيف شوي. شو السعر عندي أعمل هون؟ عندي أوردر بلوك، عفوا عندي هون أوردر بلوك، هي ستوبي، هدفي يعني هون 2-3-1، انت مخير بدك تاخد مثلا هذا الاوردر، عندك 4، ايا يكن انت بتاخد باللي بيناسبك. طبعا انا بدي شي صفقة تخسر لحتى ورجيكم كيف بدنا نخسر، مش كمان الله ما عم نلاقي هي مشكلة. طيب اوكي، هلا هون خلاص كسر وضل مكمل لفوق ما اعطاني فرصة. هون نحن فوق المنطقة كذلك الأمر ما في فرصة، هون بلشنا ناخذ باتجاه عرضي، لما تشوف السعر عم يلعب بيناتهم خلاص هون اتجاه عرضي اترك، بعد استخدم استراتيجية ثانية ممكن. إذا عم تعجبكم الاستراتيجيات اللي عم بعطيكم إياها، لايك يا شباب، سبسكرايب، خلونا ننتشر أكثر. خلي الناس تستفيد، وبنفس الوقت يعني شوف مجهود لتعبي. اخر شيء انا ماني مهتم في اليوتيوب، يعني ما في لا اعلانات ولا شيء، ودخل صفر من اليوتيوب، سيجنال حاليا ما في، يعني دخل ما في، فقط معلومات عم اقدم لكم اياها، فعلى الاقل يعني شوف في تفاعل. تمام يا اخوان، كان معكم احمد من فيبو شارت، والسلام عليكم.